فندق عظيم عشان هو ماسك الحجوزات يصير سكننا في اي مكان يبيه. اتوقع اغلب فنانين التسعينات كانوا ينامون هنا. ايش المزاج يا اخي؟ يا اخي لو تحجز بالغلط بالغلط ما يطلع فندق زي ذا. ارتست من كل مكان في العالم على الاغلب. انا عارف احجز، انا عارف انترنت، انا عارف عندي انجليزي احسن منك. تخيل تنام على مخده كان ينام عليها فان جوخ ولا بيكاسو. فندق عظيم. هذا اللي طلعناه به. شوف صاحب الفندق هو اللي رسم هذه اللوحة، حاطينها في الموقع حقهم. اسمها الرجل ذي العينين الجحظتين. وين؟ خفي صراويل منشورة يا أخي. هذه غرفتنا. دراك. عرفت من الصورة، أنا حاجزها بالصورة. إيش خبيط يا أخوي؟ تعال تعال. شوف الشرفة العظيمة. سنت بلا تطيح. إيه تخوف الشرفة. كهرب رسمين فيش بس